واصلت القافلة الطبية بإحدى قرى مركز أسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي. وتشمل القافلة الطبية جميع التخصصات، وأجرت القافلة الكشف الطبي على حوالي 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية خلال يومين، كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين. بتقوم طبعا فعاليات القافلة من خلال فريق طبي متميز من مختلف التخصصات، بيبقى معانا من 8 ل 12 تخصص مختلف، بنغطي في الشهر في حدود 8 قوافل. الثمان قوافل دول بيبقوا في حدود، بنخدم في حدود من 14 ل 17 ألف مواطن شهريا. بيبقى الفريق الطبي ده معاه فريق كامل من التمريض على مستوى عالي لضمان تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين. احنا النهاردة بنمر في القوافل بتاعت حياة كريمة، المبادرة الرئاسية. هنا بنصرف الأدوية بعد الكشف والتحاليل للمرضى. عندنا مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من الأدوية، سواء الكرونيك أو الأكيوت، الحالات الطارئة، وبعض الأدوية من الحالات الأمراض المزمنة. برضو بعض الحالات بتحتاج تحويل، ما بيكونش محتاج عملية، محتاج تحاليل أكتر، فحوصات أكتر، بتتحول للمستشفيات العامة.